بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. أيها المسحور الممسوس، خذ هذه النصيحة مني إليك. إذا وصل بك الحد إلى سحر الجنون، حيث تصبح لا تأكل ولا تشرب، بل لا تذهب إلى الحمام، بل تتغوط على نفسك وتبول على نفسك بسبب المس الشيطاني، والكثير والكثير من الناس وقع لهم هذا. إذا لم يمشي معك الراقي بهذه الطريقة لعلاج هذا السحر، ألا وهو سحر الجنون الذي يختلف عن الجنون، إذا لم يقرأ لك في الماء تغتسل به لأيام، ويقرأ لك في زيت الزيتون تدهن به لأيام، ويقرأ عليك القرآن ساعات متواصلة حتى ترجع إلى رشدك وتفيق، يقرأ عليك من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر حيث يتعاون معه آخرون فيأخذون الدالة فيقرؤون هذه القراءة المطولة، خوفا من أن يصل هذا المجنون المصاب بسحر الجنون إلى درجة القتل، لأن هذا المريض ما وصل إلى هذه الدرجة إلا بسبب انتقام الشيطان الجني منه بالقتل. فلذلك أنصحك لوجه الله، إذا كان عندكم مصاب بسحر الجنون لا طريقة له إلا بأن يغتسل بالماء المرقي لأيام، ويدهن بزيت الزيتون لأيام، ويقرأ عليه القرآن بالساعات والساعات لأيام حتى يرجع إلى رشده ويفيق، ثم نفعل له مراحل إزالة السحر لكي يشفى تماما. فخذ هذه النصيحة من عندي تنفعك وتفيدك بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.